اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. هنتكلم مع حضراتكم عن وكاله الفضاء المصريه اللي اعلنت عن انتهاء اعمال التركيب والتشغيل لنظام اختبارات ومحاكاه البيئه الفضائيه جوه مركز تجميع الاقمار الصناعيه بمدينه الفضاء المصريه. المركز ده بيعتبر جزء مهم من مدينه الفضاء اللي هتضع مصر على طريق عالم تكنولوجيا تصميم وتصنيع الاقمار الصناعيه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المركز من الدكتور محمد القوسي الرئيس التنفيذي لوكاله الفضاء المصريه اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقول لنا يعني ماذا سيقدم مركز تجميع الاقمار الصناعيه بمدينه الفضاء المصريه، وماذا سيضيف ايضا في مساله يعني تطوير تكنولوجيا تجميع الاقمار الصناعيه بمصر. صباح الخير عليكم جميعا. واللي انا احب اقوله ان احنا بنستخدم لفظ بناء القمر الصناعي، يعني مش مثلا تصنيع القمر الصناعي، لان احنا لما بنيجي بناخد القمر الصناعي بيبقى انظمه فرعيه، كل نظام بيتعمل لوحده بيختبر، ثم ياتي بعد كده مرحله مهمه جدا وهي تجميع الانظمه الفرعيه دي كلها مع بعض عشان تكون القمر، ثم نبدا في اختباره. المركز اللي احنا عملناه ابتدينا فيه من خلال لائحه مقدمه من الحكومه الصينيه الى الحكومه المصريه بان الصين بتمدنا بكل الاجهزه اللازمه لانشاء المركز ده. احنا الحمد لله مصر قامت بمسؤوليه انشاء المبنى نفسه، العمل البنائي الانشائي ده كان احنا اللي قمنا بيه. وزي ما حضرتك قلتي احنا من اسبوعين اكملنا الحمد لله اختبار اول جزء من مركز تجميع الاقمار الصناعيه. احب اقول حاجه، انت دول كتير جدا متقدمه فضائيا ولكن لا تملك مثل هذا المركز، وبالذات في محيط المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه. نعم. واحنا الحمد لله اصبح لدينا هذا المركز. عدم وجود المركز ده بيخلي صناعه الفضاء بتلجأ الى اماكن ثانيه تودي فيها القمر عشان يتجمع ويختبر. احنا الحمد لله بوجود المركز ده هيبقى طيب. عندنا دكتور كلام حضرتك يا دكتور محمد كلام عظيم جدا، لكن عاوزين نعرف بقى الوظائف اللي هيقوم بيها المركز ده تحديدا بعد الانتهاء الكامل من انشائه وتنفيذه. يعني زي ما انا قلت ان احنا بنجيب الانظمه الفرعيه في المركز ده ونبدا من تجميعها مع بعض ونتاكد ان كل جزء بيشتغل صح مع الجزء الثاني. بكده احنا بنكون كملنا بناء القمر نفسه. نعم. المركز يعني البدايه، معلش يا دكتور هنا، يعني هيكون البدايه في العمل للمركز تصنيع ولا مجرد تجميع؟ احنا بنستخدم لفظ تجميع لان النظام الفرعي ده بيتم تصنيعه او انتاجه في مكان ثاني، بيجي هذا النظام للمركز مع بقيه الانظمه بتتجمع ونبدا في الاختبارات. الاختبارات دي مهمه جدا. بناء المركز ده بيقدم حاجتين، اختبارات بيئيه واختبارات وظيفيه للقمر بعد التجميع. يعني ايه اختبارات بيئيه؟ يعني بنختبر القمر كانه موجود في الفضاء بالظبط، في كل الظروف في الفضاء بنديها له بنحطها فيه بنخليه يتواجد فيها عشان نشوف هل هو فعلا بعد تجميعه هيعمل بكفاءه ام لا في ظل الظروف الفضائيه اللي هي اهم حاجه فيها ان درجه الحراره بتتراوح من ناقص 150 درجه مئويه الى زائد 150 درجه مئويه. طبعا يمكن دي معلومه فنيه مش الناس بتعرفها. نعم. ولكن الحصول على الحراره دي ده امر شاق، ثم كمان يبقى موجود في ضغط منخفض جدا لان هو في الفضاء الصحيح. برضه احنا بنوفر للقمر هذا الضغط المنخفض، بنوفر للقمر ان كانه موجود في معرض لاشعه الشمس، كانه معرض للمجال المغناطيسي. نعم. اللي موجود في الفضاء. كل دي ظروف المركز ده بيولدها عشان القمر يختبر فيه. طيب دكتور، احنا عملنا ده بطريقه عمليه مع احد الاقمار؟ احنا حتى الان لم نبدا في اختبار قمر حقيقي، ولكن اول قمر سيتم اختباره هيبقى في نهايه هذا العام بدايه العام القادم، وهو قمر للاستشعار من البعد، وتم فعلا انتاج النموذج الهندسي بتاعه. والقمر ده مشروع برضه مشترك بيننا وبين الصين. الصين
هيجيب القمر هنا مفكك بعد ما بيتعمل هناك، واحنا هنا هنبدا في تجميع الانظمه الفرعيه زي ما انا قلت، ثم اختباره، ثم اعادته الى الصين عشان يطلق من الصين في مارس اللي جاي ان شاء الله. فده اول امر هيتم اختباره في مركز تجميع الاقمار الصناعيه في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتور، يعني برضو احنا كلنا عارفين ان العقول المصريه يعني هي عقول رائده في كل المجالات الحقيقه، مش بس هنقول مثلا في مجال الاقمار الصناعيه او غيرها. يعني دايما المصري معروف بتميزه، تحديدا كمان في الخارج بنلاقي يعني اسامي بترفع علم مصر في كل المحافل الدوليه. فده يخلينا نطمن على ايه هي المهارات اللي من خلال حضراتكم او لازم توفرها يعني في تدريب المهندسين المصريين للتعامل مع مركز تجميع الاقمار الصناعيه، وهل بيتم الاستعانه ايضا بالخبرات المصريه الموجوده بالخارج؟ لازم نقول ان في مصر لم يكن هناك خبرات في مجال تجميع وتختبار الاقمار الصناعيه، لان احنا لم نطرق هذا المجال من قبل. وبالتالي احنا مع بدايه انشاء هذا المركز بعثنا 20 مهندس من تخصصات مختلفه، بعثناهم للصين، قعدوا هناك 73 يوم، خدوا تدريب نظري وعملي على موضوع تجميع واختبار الاقمار الصناعيه، ودول النواه اللي موجودين حاليا، ودول اللي هيشغلوا المركز ان شاء الله بدايه من العام القادم. فاصبح لدينا الان كوادر فنيه مصريه قادره على العمل في مجال تجميع واختبار الاقمار الصناعيه. السؤال اللي حضرتك سالته، هل ممكن نعتمد على مصريين موجودين في الخارج؟ لحد الان احنا ليس لدينا اتصال بهؤلاء الناس، وعاده الناس دي بتشتغل في اماكن ما بيبقاش مصرح ليهم ان هو يتعامل مع جهات اخرى. فاحنا ان شاء الله هنعتبر على بس ده ممكن يتم من خلال بروتوكولات تعاون مثلا ما بينكم وما بين الجهات الاخرى. يعني هو في بروتوكولات تعاون، ولكن ممكن بروتوكول التعاون ده يسمح لنا ان احنا نستخدم خبير من الدوله الاجنبيه لاعطاء مزيد من التدريب للفنيين المصريين، فده ممكن يكون نعم. موجود من خلال بروتوكولات التعاون ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتور، كمان عايز اسال حضرتك عن نسبه التنفيذ، وصلت لحد فين في المركز؟ المتبقي من الاعمال ايه؟ احنا ممكن نقول ان احنا حاليا وصلنا الى حوالي 83% من اجمالي العمل المطلوب، والباقي بيعتمد على حاجه خارجه عن ارادتنا، لان احنا كنا منتظرين مكونات معينه انها تصل، ولكن بسبب الازمه الاوكرانيه الروسيه حصل مشاكل في شحن المكونات، وده مشكله عالميه، فده اخر شويه ان احنا نكمل النسبه اكتر، تكون اكتر من 83%. صحيح. نشكر حضرتك الدكتور محمد القوسي، الرئيس التنفيذي لوكاله الفضاء المصري.